فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. تفوق 2-1 بهدفين كانوا لأنيس البدري في تلك المباراة. تشكيلة المنتخب التونسي في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى، محمد دراجر رقم 14، ياسين مرياح رقم 4، أيمن عبد النور يعود بعد غياب طويل، يمكن أتذكر من مباراة ليبيا اللي كانت في تصفيات كأس العالم 2018 في 2016 بالتحديد، غياب 3 سنوات. في الطرف الشمال علي معلول بيلعب طبعا في الطرف الشمال، وسط ملعب موجود الياس السخيري رقم 17، في جاني سياسي 13، أيمن عبد النور رقم 19، أمامهم رأس الحربة وهبي الخضري رقم 10، سيف الدين الخاوي رقم 8 في الجبهة اليمين، وكذلك أيضا يوسف المسكني رقم 7 طبعا في تشكيلة منذر الجبين وعادل السليمي في هذه المباراة. أديبنا هنا نشنوش قائد المنتخب الليبي، وفي الجانب الآخر طبعا يوسف المسكني في هذه اللقطة قبل انطلاقة المباراة. حمود البنا حكما لهذه المباراة، سمير جمال، أحمد توفيق، مريم نور الدين أساسية. أدي أمامنا انطلاقة، محمود البنا الحكم المصري يطلق صفارته وتنطلق اللاعب أنيس سيلتو اللي بيلعب طبعا في مركز رأس الحربة. ضغط وبداية، معتصم ياسين مرياح، لكن في غياب النهاردة قلت حضرتك وجدي كشريدة، وغياب أيضا لديلان عام حمد الهوني مع نادي الترجي طبعا باللاعبين المميزين. حمد الهوني بفوز على موريتانيا، وقبل كده خسارة أمام كوت ديفوار وتعادل مع الكاميرون، وادي انطلاقة من اللاعب محمد نشنوش. كرات الأمامية، المعنويات والثقة، المواجهة اللي أمامنا هنا في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وإن كان طبعا كان هناك يعني في سابق المواجهات في تصفيات عام 76 ثم كان 86 التصفيات إلا شيء لليبيا، واللي كان طبعا تفوقت وتأهلت على لوام. لاعبين المميزين الحقيقة، سيف الدين الخاوي في تشكيلة المنتخب التونسي، شفنا فوز لوهب الخضري كان في الجزائر للمنتخب التونسي، ومباراة التأهل بقى أمام ليبيا وليبيا في هذه المجموعة، وانضمامها إن شاء الله لباقي المنتخبات العربية. تمن مدى صولة، محمد صولة ويعني والده طبعا النجم الكبير صالح صولة، وكرة بالعرض خطرة جدا، الفرنسي السابق اللي كان مع المنتخب التونسي في البطولة الأخيرة في الأمم الأفريقية. وسط الملعب المعتصم بلال مصراتي، تحس المنتخب الليبي مع فوز البنزرتي لانه ايضا الكابتن واللاعب الكبير علي معلول. على طول استلام وتسديد، اول كوره وهب الخضري ويطلع محتل في وسط الملعب اللي بيعتمد عليهم منذر الكبير. كوره ملعوبه على طول الكرات الاماميه، لكن الاتحاد العاصمه الجزائري وكان ليه يعني دور مهم. ادي استلام على طول خطير خطير في غياب احمد بن علي، ادي سيلتو، لكن امامنا هي الكوره، انيس سيلتو، انيس السيلتو امامنا في اللقطه الماضيه، أنيس السلتو، كرة ومحاولة كانت خطيرة جدا أمامنا ليبيا، ليبيا ومحاولة الوصول أمامنا هنا والكرة الرأسية، لكن إبعاد من الدفاع ودي تبعد عن طرابلس حوالي 40 كيلو. أدي هجمة ومحاولة هنا من اللاعب دراجر، دراجر عايز يلعب العرضية، لكن كرة تصفيات 2018 وتصفيات الشان، وضربة رأسية حلوة، رأسية رأسية الهدف الأول من يوسف المسكني، لكن أي تصدي رائع رائع في اللقطة الماضية أمامنا هنا. شنوش كانت ممكن في انطلاقة، مفيش فاول، يلعبها حلوة قوي، استلام محمد صولة، لكن تعالى حمد الهوني أمامنا، هو لاعب فريق نادي الترجي انطلق في اللقطة الماضية وتأخر فيها، عايز يعني يعدي كبيرة، رأسية المساكن اللي ارتطمت في إيد محمد نشنوش، تأتي فرصة هنا بعد هجم. النادي ده بيلعب في الكونفدرالية في مجموعة جوليبا وبيدي فيست ونادي الحرية طبعا، موجود حمدي النجاز، صدام بن عزيزة، محمد علي بن رمضان، وأنيس البدري، وسعد بجير، وأسامة الحدادي، وطه ياسين الخنيسي، وزياد مغطاس، وياسين الشماخي، واخي من يوسف المسكلي، والانقاذ الرائع من محمد نشنوش، اتعملت حلوه الهدف الاول هنا، لكن امامنا يبدو في رايه، محمود البنا رافع الرايه، وسمير جمال امامنا هنا، وهدف ملغي لالياس السخيري.
راية وتسلل أمامنا. أدي الكرة اتعملت لكن تصل الكرة حمد الهوني، حمد الهوني ترجع مرة ثانية التسديدة، لكن الكرة من المعتصم في الدوري الألماني في كرة قدم الألمانية المتواجد في الجبهة اليمين النهاردة واللي شفناه على مستوى القارة السمراء 103 عالميا، تونس على المستوى العالمي رقم 29. وأدي الكرة من وهبي المساكري وبعد الهدف الملغي بدع التسلل فعلا تسلل لاسي السخيري، الكرات العرضية توغل المنتخب التونسي هوني تلاقى أمامنا هو جبهة الشمال متقدم الطرهوني لف كرة عرضية لكن أيمن عبد النور اللي بيعود بعد النجم الرياضي لتول بعد الإصابات المنتخب التونسي تلاقى أمامنا هنا يدوس عليها حلوة ويوسف المساكني وادي الاستلام يحاول الرد كان بعد راسية المساكني شفنا الرد الليبي بالهجمة المرتدة السريعة اللي عملها من الجانب الأيمن جاي أيمن بن محمد واللمسة على طول وهبي الخزري وهبي لعيب مميز إحساس عالي قوي من عند فرجاني ساسي يعني الحقيقة في العديد من اللقاءات وادي كرة ملعوبة لكن يا ولد يا ولد على التغطية روعة روعة في التغطية سند الورفلي ادي سند الورفلي 27 سنة لاعب اهلي طرابلس لاعب الموج الاخضر اللي موجود طبعا كرية كالمعتاد وهبي الخزري بيلعب الركنية المرة دي ملعوبة حلوة قوي حلوة لكن الاستلام بقى بتحرك امامنا محمد صولة اخر في فرصة كبيرة قوي ادي استلام على طول ما بين صولة وسالتو السالتو عملها لصولة وكان هيعمل ثورة في الملعب محمد صولة امامنا هو فرصة كبيرة لكن حلوة قوي الوان والتو اللي اتعمل بشكل جميل امامنا هنا في هذه اللقطة والتحرك من محمد صولة والاستلام وعايز يحطها في البعثة الماضية فرصة كبيرة قوي لمحمد صولة امامنا هنا اللي بقول لحضراتكم والده الياس خيري الياس خيري امامنا ايمن بن محمد لكن يقطع 23 لكن هجمة للمنتخب التونسي المساكني عدى بمهارة يا ولد على اللمة لكن هو اتزحلق وحكم اللقاء محمود البنا يدي ركلة جزاء لأن المدافع الليبي أمامنا هنا ناجي دراء في اللقطة الماضية بص يوسف المساكني يعمل لك الفرق في ثانية يعمل لك الفرق في إيه في لحظة في اللقطة الماضية وهبي الخزري أمامنا هنا في المواجهة ودي وهبي لكن رجعت عملها زي ما عملها مصباح شنقب لكن رجعت مرة تانية الوهبي الخضري الفولو والمتابعة لركلة الجزاء الضائعة لكن وهبي الخضري كملها ووضع الكرة وتقدم في هذه الكرة وهذه اللقطة كان قد سجل في الجزائر في لقاء واحد لا شيء في تصفيات 2018 نشنوش يتصدى من الصراع حتى الآن ما بين حمد الهوني الأساسي ناجي أمامنا غلط مرة تانية ناجي دراء ساسي لعبها المرة دي التحرك إزعاج في هذه الجبهة عامل إزعاج محمد دراجر يلعب التدريجيا في غياب وجد كشريدة رغم وجود حمد النجم ياسين مرياح يلعب على طول الكرات الأمامية في اتجاه وهبي الخضري لكن راية وتمن عبد النور مصيدة التسلل المنتخب الليبي سلاح ذو حدين أدي أمامنا المساكني يا ولد على التصليحة حلوة 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 سيف الدين الخاوي سيف الدين الخاوي والهاوي ينقط في اللقطة الماضية بمهارته وبإمكانياته بص شوف يوسف المساكني عاملها ازاي وسيف الدين الخاوي في اللقطة الماضية يضع قدمه ولا يخطئها أبدا في هذه الكرة وهذه اللقطة طبعا واضح أن محمد الطرهوني كان مغطي التسلل ودي مهارة يوسف المساكني اللي عدى ويلعبها وأمامنا هو سيف الدين الخاوي يعني قصة كبيرة يوسف المساكني الحقيقة مع المنتخب منذ عام 2010 حمد الهوني الهروب الكبير حمد الهوني يهون على جمهور الليبي هنا بهدف يأتي في الدقيقة 45 من الكرة الثابتة يسرق الدفاع التونسي يسرق فاروق بن مصطفى بمهارته بذكائه ويضع جماهير فرسان المتوسط في فرحة هنا حمد الهوني يعرف هذا الملعب لاعب نادي الترجي أمامنا هنا والكرة اللي ملعوبة بشكل ذكي جدا وحمد الهوني ما بين مسكني وأيضا شفنا إلغاء هدف كان لإلياس خيري بدع التسلل في الدقيقة 20 وأمامنا شوط تاني بينطلق هدف تقليص النتيجة واللي اتعملت ما بين مؤيد اللافي وراحت على طول إلى حمد الهوني لكن على طول إن شاء الله في رحلة الوصول والتأهل في كأس العالم للأندية إن شاء الله في الدوحة
الهريش أمامنا هنا في دكة البدلاء اللي ممكن نشوفه وتشوف أيضا التجوري. أدي ولد على الاستلام بمهارة وطلع مؤيد اللافي بمهارة وإبداع وركنية هنا لصالح المنتخب الليبي. الركنية اللي أمامنا تشورن والظلم الفادح وادي خطأ هنا استلام أنيس السالتو أخطاء ولكن فاروق مصطفى أي خطأ يقع فيه ياسين بن مرياح مش ممكن. لكن أنيس السالتو ليبيا أمامنا هنا كانت من الممكن تعادل جدا للتسجيل. وادي هجمة هنا وادي الانفراد وممكن الخاوي شباك المرمى المنتخب الليبي. اي خطا في اللقطه الماضيه اتكشف الدفاع سند الورفلي ناجي دراء حتى التغطيه متاخره من محمد الطرهوني لان سيف الدين الخاوي عرف الطريق. ياتي بهدف جديد هنا سيف الدين الخاوي الهدف الثاني ليه والثالث للمنتخب التونسي تصبح نسود كره القدم. الهجمه ارتدت وسجل الخاوي وبقت 3-1 والمنتخب الليبي. وادي سيلتو ولكن يسب الجريدي في المباراه اللي كان فيها الهشمي بهلول بقى القيصر كمدرب المنتخب الليبي. كره ملعوبه حلوه قوي. إن الله وملائكته يصلون على النبي